وين راحت؟ وين؟ معقول ما لقى اي اثر؟ فيك شيء؟ قولي لي انتي متأكدة انه ما فيك شيء؟ اي ما فيني شيء. منيح، ما بدي اتخانق معك وانا عم دور على سونا. ايه ما رح تحكي؟ ما في شي لأحكي. يعني انت من يلي بيحكوا مع حالهم ما هيك؟ لو كنت مكانك ما كنت سكتت ابدا. طيب ليش لأحكي لك؟ انت ما بتعرفني. لهذا السبب. خالي نوزات الله يرحمه كان يقلي شارك همومك مع شخص غريب او مع الهوى. إذا حكيت للهوى ما بيحكي، والغريب ما بيحكي كمان. هيك كان يقول. هربت من البيت. بصراحة تفاجأت، بس ليش هربتي؟ ما بعرف، يمكن هربت من حالي، يمكن هربت من يلي بالبيت، ويمكن من نظراتهم يلي مليانة شفقة. تخيل حتى أمي خجلانة من إنه عندها بنت مقادة. كانت كل ما تشوفني تحاول تهرب بعيونها. زعلت كتير وانكسر قلبي. بس هنن معهم حق باللي عم يسوي. ما حدا بيتحمل يكون عنده بنت مثلي. المهم احساسك انتي، يعني بشو حاسه؟ حاسة إني ما رح أكون مبسوطة وما رح أقدر أعيش مثل باقي الناس الطبيعيين أبدا. الناس الطبيعيين؟ مثلا أنا؟ شايفتيني هلأ شخص طبيعي بس لأني بقدر أمشي؟ صدقيني الشيء الطبيعي هو الهدف. كيف يعني؟ كل إنسان بهالدنيا في عنده هدف. بعدين فكري هيك، يعني حياتك هي بجوز تكون حلم كبير لشخص تاني. صدقني ما حدا بيحلم بحياتي. بس أنتي عم تشوف الجانب السيء من القصة. يعني مثلا بحياتك هي معقول ما يكون في شي يفرحك؟ في، مثلا في أخي وفي أبي وكمان هدول كتار. وشايفك لسه عم تعدي، يعني أكيد أخوك وأبوك رح يكونوا ضد تفكيرك. طيب خبرني بابا
شو قال لك كمان؟ شو رح يقول؟ قال لي لو طلعتك من حياتي نهائيا رح يطالعني من السجن، وما لازم شوفك بعد اليوم لأني عم أأذيكي. ما حدا بيعرف شو هدفه. هدف شو هاد بابا؟ عم تدافع عنه؟ لا ما عم دافع. أنا أساساً ما قصرت معه أبداً. أنا حتى ضربته على راسه ليطلع من السجن. لولاكي أبصر كيف كانت حالتي. أنتي بنتي وروحي، بس مع هيك لازم نفذ شرطه. شو هذا اللي عم تحكي بابا؟ طبعاً لا، أنتي الشيء الوحيد اللي بيستند عليه بهي الحياة. أنا اعتبرتك من عيلتي وحطيتك جوات قلبي لحالي. ليك هالموضوع لازم نسكره، تمام؟ وبعدين انت ابي اللي ربيتني، اللي في بنت بتدير ظهرها لابوها؟ بابا صاير شي ما بعرفه؟ باين مو على بعضك بنوب. مو صاير شي. مبارح تخانقت انا واحد بالسجن، سمعت انه قاتل 3 أشخاص بالسجن وعم يدور على فرصة ليقتلني. الله يستر. لازم نخبر مدير السجن مشان هاي مو اول مرة بفوت فيها على السجن بحياتي، بعرف الترتيب. الحل الوحيد اني اطلع. استنى علي شوي وانا رح طالعك من هون باقرب وقت ممكن، وبعدك بهالشي. ما قلتي لي شو رح تساوي؟ أكيد ما رح تنامي هون. ما بعرف. برأيي ارجعي، ما رح تتحملي النوم بهيك مكان. صدقيني جسمك كله رح يجعك وما بيطيب بسرعة. اسألي مجرب. ارجعي. وإذا بدك بعطيك رقم موبايلي، وقت تحسي حالك متضايقة اتصلي فيني، وفيكي تحكي اللي بدك اياه بدون ما تخافي. وهاد مجاني وما رح اخذ مصاري. شكرا كثير لك. اتحمل سونا لهلا غايبة، ما حدا بيعرف وينا، عقلي رح يطق. أنا بشوف مين. يا رب إن شاء الله تكون سونا. أنا بترجاك يا رب تكون هاي بنتي، ما فيني أعيش بدونها. ابني في شي أخبار؟ مع الأسف ما لقينا لا أثر، ما تركنا مكان ما دورنا فيه. أمير واضح من وشك إنه تعبان، أنت منيح؟ مو تعب جيمري، القصة إنه مزعوجين. عرفت باللي صار ريحان؟
بس شو ما كان لا تلومي حالك. بالنهاية كيف كنتي رح تعرفي إنه كلامك مع سونا رح يوصلها لهالحالة السيئة؟ ألو ظفر، في شي أخبار؟ عن إذنكم أنا طالعة على غرفتي. لا ما عم صدق، وين هلا؟ ريحان، أنا شو اللي عملته أختي مليكة؟ شو هالمصيبة الكبيرة اللي عملتها لسونا؟ بس أنت ما عملتي شي سيء، نيتك كانت إنك تساعديها، لا تساوي هيك ولا تحملي حالك الذنب. بكفي بقى تتصرفي معي وكأنك أمي، بكفي بقى. قولي لي لشوف إمتى رح تملي. أمي كانت هيك، عملي لي قالوا الدكتور سونا، تعالجي سونا، رح تمشي سونا. بالأول كانت مهتمة كتير بالموضوع، بس بعد ما مرق كم شهر وما مشي الحال شو اللي صار؟ تخلت عني ولقيت حالي وحيدة. تعرفي ليش عم قلك هذا الكلام هلأ؟ لأنه ما بدي أرجع عيد نفس هذا الوضع مرة تانية بنوب. قبلاني وضعي، تقبلي أنتي كمان، ما رح أمشي، مستحيل أمشي، فهمي. تفضلي شوفي، أنا حياتي رح تكون على هذا الكرسي. شو ليش سكتي؟ يلا ردي لشوف. رح يضل دائما عندي هذا النقص، وحتى بحياتي كلها رح ضل مثل الحمل الثقيل على ظهركم. تخيلي امي يلي ولدتني ما قدرت تتحملني كم شهر. ما تخيلت ابدا انه تعمل هيك. طيب بلكي راحت وعملت بحالها شي؟ والله ما عم صدق. باذن الله ما رح يصير شي. سونا واعية، وشو ما كان مستحيل تعمل بحالها شي سيء، وبعدين هي بنت قوية ورح ترجع لنا سالمة، صدقيني. وأنا كمان عم أدعي لها لأختي سونا، الله ساعدني من قبل ورح يساعدها كمان. حاول تهدي أعصابك شوي، ما بصير مشان صحتك. حاسس مو طالع بإيدك شي مو هيك؟ بس أنت مالك أي ذنب، بعرف إنه اللي صار معكم مو سهل أبداً. بالمرة الماضية أنت فهمتني غلط، بالحقيقة حتى ريحان ما عليها ذنب، كان بدي إياك تعرف هالشي. بلكي ريحان حكت معها كلام بيجرحها وما قدرت تتحمله أبداً، بس أكيد مو قصده. جيمري معلش تسكتي هلأ، مو وقته هذا الحكي هلأ. وبعدين سونا مانا صغيرة، أنا بعرف أختي منيح، ما رح تترك البيت بس لأنه قالت لك كملي العلاج. ما عم صدق، مستحيل تكون سامحتها، مستحيل مستحيل تسامحها بعد اللي عملته.
برأيي بلا ما نضوع وقت أبدا، خلونا نبلش من أول موقف للتكاسي. تمام، اقسموا حالكم لمجموعات. غسلت له وشه، كان ضايق نفسه. آخ يا سونا آخ. مسكته. ارتاحي خالتي جاهدة. ماشي، رح كون ناطر منك خبر. يا ترى وينك هلا؟ وينك هلا يا عمري؟ سونا؟ هذا ظفر. جيتي يا روحي، خفت عليك كتير. أمي وين كنتي؟ مليكة، مليكة روحي خبري حكمت. سونا. أمي قولي لي وين كنتي بنتي؟ ليش ما عم تحكي؟ بدي روح على غرفتي لو سمحتوا. استني سونا، لا تروحي. خلص أمي، سونا بحاجة تقعد لحالها هلأ، خليها تهدى وبعدين منحكي. سونا. أمي بعدين. أمير قلبي غليان عليها كتير. اسمعوني، بعد الشي اللي صار معنا كلنا لازم نريح أعصابنا. سونا رجعت وهذا هو الشي المهم، لازم نتركها على راحتها، هالشي رح يفيدها. تعالي عادي شوي، تعالي على مهلك. اصحك اصحك، تفكري بهالشي حتى. ما عاد فيك تهرب لهيك، لا تحاول على الفاضي. أنا متأكدة إنه ضميرك عم يعذبك هلأ. ما عم بفهم عليكي، شو بدك تقولي؟ خليني أحكي بطريقة أوضح لك. عم أحكي عن ليلى، ليش ما عم طالع أبوها من السجن؟ كم مرة لازم عيد اللي عم بقوله؟ هذا الزلمة خطير وبيضر اللي حواليه وممكن يضر ليلى كمان. وهالبنت شو رح يصير فيها؟ فكرت شي؟ لو فكرت بعقلها شوي رح تعرف ان اللي عم بعمله هو الصح، حتى لو كنتوا شايفينه غلط. ابني كلامك منيح وعلى عيني وعلى راسي، بس هالبنت بتعتبر هالزلمة مثل ابوها، شو رح تعمل بهالشي؟ اهلا وسهلا بنتي ليلى. وين ما صار اختي فخرية؟ نايمة هلا، شو بدك فيها؟ منيح، مو ضروري تسمع الكلام اللي بدي أحكيه.
بدي اقول لك على شيء. انت اغلى شيء بحياتنا وما في اغلى منك. معقول ما بتعرفي؟ نحن منحبك لدرجة كبيرة. بس أنا بوعدك من هلأ ورايح مستحيل خليكي بعيدة عن عيوني شو ما صار، وحتى مين ما كان ما رح اسمح لأي شخص بهاي الدنيا يزعلك. معه حق، لهلأ مو قدرانة سامح حالي. انت قدرت تسألها لسونا لوين راحت؟ ما قدرت اسألها لأنه كانت نايمة. كان معك حق، ما كان لازم روح أبدا وأحكي معها بهيك موضوع حساس. رح أعتذر من سونا ورح أطلب منها تسامحني كمان. أوقات السكوت بيكون أحسن طريقة لطلب السماح. بجوز وصلنا لهي الحالة لأنه سكتنا. شو قصدك تقولي؟ عم تحمليني الذنب هلا؟ ما عم حملك الذنب، بس كان فيك تخبرني. يعني لو بعرف حساسية سونا من هالموضوع ما كان صار هالشي. بس كلامي كله على الفاضي مو هيك؟ لأنه لهلأ ما أخذت ولا جواب على أسئلتي. وإنتي؟ مفكرة حالك جاوبتي على الأسئلة اللي سألتها؟ خدي وقتك، فكري على مهلك. يعني ممكن، بس قلت لك ما رح جاوب هلأ مو هيك؟ يعني أسئلتك ما رح تبقى بلا جواب نهائيا. شو هالسرية؟ لحظة شو قصدك نهائيا؟ تصبحي على خير ريحان خانو. لا بترجاك لا تركني روح من هون، لا تقرب علي، تركني بترجاك لا تقرب علي، تركني ريحان لا قومي، تركني بترجاك ريحان تركني. اهدي أنا هون.
اشربي، يلا اشربي على مهلك. رح ضلني هون لتنامي. كيف صارت يا ترى؟ صباح الخير. صباح النور. لا تواخذني، ما خليتك تنام امبارح. ما في مشكلة، فكرت انه حرامي فات علينا. ولأنك ضليت معي يعني استنيتني لنمت. لما بشوف كابوس ما بقدر ارجع نام بسرعة. لا، ضليتي 3 دقايق بس، قصدي لنمتي. 3 دقايق شو كنت عم تعده؟ لا، موبايلي وقتها كان بإيدي فانتبهت، ما عديته نخصوصي. شكرا لك. رايح شوف سونا. ألو خالتي خديجة؟ فيني فوت سونا؟ قلي لي كيفك اليوم؟ ماشي الحال. على فكرة كنا كلنا قلقانين عليكي. آسفة،
ما كنت حابة خليكن تقلقوا. أنا بفهمك، وحتى بعرف منيح شو اللي مخليكي زعلانة لهي الدرجة، بس اللي توقعته منك إنك تطنشي وما تهتمي. حاولت بس ما قدرت. لازم ما تهتمي أبداً لكلام شخص مثل ريحان، لأنه ما بتعرفك منيح. لنقول إنها تجاوزت حدودها معك، لهيك لا تفكري فيها. اللي عم بتقولي عنها تجاوزت حدا واحدة من العيلة، ولا تنسي إنها مرت أخوها كمان أمير، وبنفس الوقت بتحبها كتير وبتهتم فيها. بجوز تكون غلطت، بس الشي اللي متأكد منه إنها بتحبك لدرجة كبيرة. اسمعني شوي أمير، على الأغلب أنت فهمتني غلط. اللي كان بدي إياه إنه سونا تشوف القصة من وجهة نظر تانية، ولهالسبب ما في داعي إنك توضحي أي شي. هاي المشاكل منتناقش فيها ضمن العيلة وبس. أنت منيحة؟ أنا بحاجة لأرتاح شوي، لهيك إذا سمحتولي أنا بدي نام هلا. إيه أكيد فيكي تعملي اللي بيريحك. أنا جنبك. تعرف باين عليها أحسن اليوم، طالما في حواليها كل هالاهتمام أكيد ما رح تكون سيئة. سونا بنت قوية، وقت تكون جنبها بتتحول لشخص مختلف، بتفتح جناحك وبتحمي كل اللي بتحبه. اللي جنبك واللي آخدين هالحب والاهتمام منك محظوظين، وسونا كمان. انتي من مبارح هون، أكيد تعبتي، لازم ترتاحي. معك حق، تعبت كتير، ما بتتخيل قديش تعذبت وأنا عم سوق لحتى وصلت لهون، وهلأ بدي أرجع كمان، والله عيوني ما عم يتفتحوا. يا ترى بتوصلني على البيت؟ بجوز سونا تحتاجني، بس بقله لسفر يوصلك. خلص سفر عنده شغل، هلأ بطلب تاكسي. لكن خليني ودع خالتي جاهدة. كأنك طالعة. اتصلت فيني خالتي خديجة، جاية ضيوف على الفطور ورايحة لحتى ساعدها، واختي مليكة عطتني شوية فطاير. خديجة خانم عم تدور على حجة لحتى تشوفك، وما أنا بحاجة لمساعدة، هي بس حبتك. وأنا كمان حبيتها. رح ترجعي على الفطور مو هيك؟ بصراحة جاهدة خانم، كنت بدي أحكي معك مشان موضوع سونا. لو كان بدك توضحي لي فما في داعي، أنا متأكدة إنه ما كان قصدك تجرحيها أبداً. بس صدقيني ضميري عم يعذبني كتير. رح تقعدي انتي وياها وتشرحي لها كل شي. معناتها انتي تقبلتي فكرة انه ريحان صارت مرت ابنك وغيرتي رأيك؟ بس حتى لو ضليت لحالي ما رح اتراجع، وامير ما رح يكون لريحان، وحسابك رح يكون معي جاهدة خانم. يلا بلا ما تتأخري. طيب عن اذنك. مع السلامة. خالتي جاهدة، وأنا خليني روح. يلا بشوفك. الله معك. مثل ما زبطتي علاقتك مع خالتي جاهدة، لنشوف إذا زبطتيها مع أمير. ريحان، لوين رايحة؟ إذا بدك فيني وصلك بطريقي.
لا ما في داعي، رح آخذ تاكسي. لشو التاكسي هلأ؟ أنا بوصلك بطريقي ومنتسلى أنا وياكي. يلا طلعي. شو رح تاخدها معها؟ عم تفتح للباب لريحان؟ بلا ما تغيري طريقك أنا بدبر حالي. لو سمحتي لا تزعليني منك، يلا طلعي رح وصلك ومندردش سوا على الطريق. شي غريب. بدك قول شو اللي شايفته هلا؟ شايفتك وحده خايفه سونا، وما عندك استعداد تواجهي اي حدا، وحتى خايفه تواجهي حالك ببساطه لانك خايفه تفشل. لا لا انا ماني خايفه. اللي مخليكي محبوسه على هذا الكرسي انك ما عم تواجهي حالك ومحمله الذنب لامك، بس لما تواجهي حالك وتفكري بايجابيه رح تمشي. انتي الوحيدة اللي ممكن تنجحي بهذا الشيء. عم حركه. ريحان ريحان ريحان. سونا حبيبتي شبك صار لك شيء؟ ريحان ريحان وينها؟ تمام خلص اهدي. صح هي غلطت بس صدقيني ما كان. مو هيك الموضوع، اطلع لهنيك اخي. شوف كيف صرت قادر حرك اصابع رجلي. انتي عن جد حركتيهم؟ ايه عم حركهم. ايه اخي عم بقدر حركهم. مزبوط شفتهم يا روحي، ان شاء الله الف مبروك. والله ما عم صدق ابدا، الف مبروك. وين ريحان؟ هالشي صار بفضله، لو ما حكيت معي هداك اليوم ما كنت رح أقدر حركهم بحياتي. جيب لي اياها لهم، بدي اياها تشوف كيف صرت حركهم. تمام تمام رح جيب لك اياها لعندك. ايه خبريني كيف ماشي امورك هلا؟ ما فهمت عن شو عم تسألي؟ شبك وقت بيجتمعوا البنات عن شو بيحكوا؟ يا بيحكوا عن الزوج يا عن الحبيب. والله ما كنت بعرف. انتي كتومة بالحقيقة، هاي الميزة منيحة. امير هيك كمان. قصدي انتو اتنين بتشبهوا بعض. اللي عم بتقولي عنا تجاوزت حدا وحدة من العيلة، ولا تنسي ان مرت اخوها كمان. عرفت انه علاقتك بخالتي جاهدة صايرة منيحة، ما بتتخيلي قديش فرحتلك. وأنا كمان فرحت، بينت على حقيقتها.
بس برافو عليكي قدرتي تجيبيها لصفك. جامري معلش تبطئي شوي. ليش؟ جامري بطئي شوي، انتي ماشية بسرعة ورح تعملي حادث. لا تقلقي، أنا بعرف سوق كتير منيح مثل أمير، فيكي توثقي فيني. كأنك خفتي؟ برأيي لازم تخافي، بس تخافي مني. ناجي شو صاير؟ صاير شي سيء. مين اجا؟ اللي ناجي شو صاير؟ المعلم تلهاز ضاربينه سكينة بالسجن. بدك ريحان؟ ايه اختي مليكة، ما لقيتها بغرفتها. هي طلعت. طيب بتعرفي لوين راحت؟ عن اذنك. اهلين يونجا. امير صارت مصيبة كبيرة. جامري جامري على مهلك، شو صاير؟ اهدي شوي يونجا. جامري عملت حادث سيارة ونقلوها هلأ على عناية المركزة. شو؟ وضع خطير. شو قصدك؟ كيف يعني وضع خطير؟ تمام تمام جاي فورا. أمير جامري عملت حادث سيارة وهلا هي بالعناية المركزة. ريحان، وقت راحت جامري أخذت ريحان معها بالسيارة.